السلام عليكم، معكم احمد مختار. انا سبق واتكلمت قبل كده في فيديو خاص بموضوع الكورونا وازاي ان احنا نسيطر على انتشار الكورونا وان احنا نسيطر على اعداد المصابين من الكورونا، تمام؟ والفكره الاساسيه كانت تترتب على ال 24 ساعه، الحظر 24 ساعه، بس من الواضح كده ان بعض الحكومات او بعض الدول او اغلبيه الدول من الاخر يعني الاقتصاد تقريبا مركزين عليه اكتر من ان هم بس ايه يعني يحموا الناس، تمام؟ الخلاصه فاللي عايز يشوف الفيديو هيلاقي اللينك تحت. انا ده مش موضوع الفيديو ده دلوقتي، موضوع الفيديو بتاع 24 ساعه اللينك هتلاقيه تحت. انا دلوقتي جاي اتكلم عن في اماكن كتير هم فتحوها في دول كتير، في اماكن اتفتح وفي اماكن ما اتفتحتش على حسب كل دوله وقراراتها، تمام؟ فانا هتكلم في العموم. الخلاصه دلوقتي في مولات مثلا اتفتحت، في محلات اتفتحت. انا دلوقتي جاي اتكلم عن موضوع الجيمات، بما ان خلاص مش هنطبق ال 24 ساعه، ان مفيش حد مستجيب للفكره دي، تمام؟ وخلاص وكل حاجه بتفتح. طب ماشي، الجيمات دي دلوقتي انا لقيت لها حل. انا هقول البروسيس من اولها لاخرها. البروسيس كالاتي: كل جيم لازم يعمل ما كانش ليه ويب سايت يستخدمه، وهو يعمل زي عليه زي فورم كده، وكل ممبر يحجز ليه وقت معين هيجي في الجيم، تمام؟ في جيمات كتير حتى لو الجيمات اللي مش براند اوريدي عندها فيسبوك بيج، عندها جروب على الفيسبوك او ايا كان، ان شاء الله جروب واتساب. كل القصه كلها محورها في ايه؟ نفترض دلوقتي ان الجيم عندي فيه 300 مشترك 200 مشترك ايا كان العدد، اوكي؟ فانا بعمل لهم زي جوجل فورم او على الويب سايت، بعمل لهم زي جدول ان شاء الله حتى يستخدموا اكسل ايا كان. الجدول عباره عن ايه؟ من اول يوم السبت لحد يوم الخميس لحد يوم الجمعه ايا كان، على حسب كل دوله ومواعيد الاجازات بتاعتها، شغاله مش شغاله. المهم ففي معانا مثلا في جيمات بتفتح من الساعة 6:30 الصبح، من الساعة 7 الصبح، أيا إن كان. أنا هقول الكونسيبت نفسه، الكونسيبت كالآتي: إن أنا بجهز ساعة ونص، بجهز الجدول بتاعي، والله عندي يوم السبت كل ساعة ونص من أول مثلا الساعة 9 الصبح لحد ما الجيم بيقفل. يعني عندي مثلا إيه، من 9 ل 10 ونص، من 10 ونص لحد 12، ومن 12 لحد 1 ونص، وهكذا. كم واحد هيخش كل جيم؟ الموضوع يترتب كالآتي: بس الأول عايز أقول حاجة، إن كل مشترك بيختار 3 أيام في الأسبوع، وكل يوم بيختار فيه ساعة ونص من الجدول بيكتب فيها اسمه، ومش هيعرف يروح في ميعاد مختلف، لازم هو يروح في الميعاد ده، ولو فاته خلاص صباح الفل، أنت مش هتتمرن النهاردة. كل واحد لازم يلتزم بالميعاد اللي هو يختاره. راح متأخر ماليش دعوة، أنت هتخرج في الميعاد ده. يعني أنت دلوقتي مثلا ميعادك من 9 لحد 10 ونص، وأنت جيت الساعة 10، معاك نص ساعة اللي هي مش هتعرف يا دوب هتسخن فيها التراي ولا حاجة ولا الباي. خلاصة كلها في ايه؟ لازم الكل يكون ملتزم بالموضوع ده. بعد ما كل واحد بيختار له ميعاد اللي هيروح فيه، تمام؟ ايه اللي انا هعمله في النص ساعة؟ مبدئيا الساعة ونص دي كلها مش هتكون تمرين، معاك ساعة تمرين، والنص ساعة دي كلها اللي هو الوقت اللي انت بتجهز فيه تاخد الشاور بتاعك او ايا كان عشان تخرج. بس انت قبل ما بتخش الجيم بيتشيك على درجة الحرارة بتاعتك، بتسجل اسمك، بتسجل الميعاد اللي انت دخلت فيه، الميعاد اللي انت خرجت فيه، حط حرارتك وانت داخل وحرارتك وانت خارج. فالخلاصة كلها ان انا لازم يبقى في تقرير للي داخل واللي خارج دايما كل يوم، متابعة عشان لو لا قدر الله حصل اي مشكلة نعرف مين اللي كانوا حواليه ويخشوا حجر صحي مع بعض. الخلاصة في ان كم واحد بقى هيخش الجيم هيتمرنوا مع بعض، ده هيبقى على حسب مساحة كل جيم. والله في جيمات بتكون كبيرة جدا وواسعة جدا وعندها بدل الجهاز 2 3 4، يعني في جيمات اللي بتبقى عندها 3 تريدميل، في جيمات تانية بيبقى عندها 5 تريدميل، في جيمات تالتة بيبقى عندها 10 تريدميل، تمام؟ فعلى حسب كل جيم وامكانياته هيتحدد فيه كم واحد هيخش يتمرنوا مع بعض. يعني في جيم والله دلوقتي عندي دورين، والله في جيم عندي هيستحمل 8 تنفار او 10 تنفار. الخلاصه ان العدد على حسب المساحه، اللي هو انا بعمل حسابي كده، بعمل سبوت كده في كذا منطقه، ان في ناس اللي هيقف هنا مفيش حد يقف جنبه في المنطقه دي، بمعنى اصح ان المساحه تكون كافيه ان كل واحد يكون بعيد عن التاني 3 متر ولا حاجه. فانا كده اتاكدت ان اللي داخل لي ده ما عندوش اي عدوى، ما عندوش اي وباء، ما عندوش ان شاء الله لا برد ولا كحه ولا بس نفسيته تعبانه حتى، ده ما تدخلوش. خلاصه ان اللي يكون داخل الجيم ده يكون شخص سليم 100%، لا يعاني من اي مرض، تمام؟ عشان اضمن سلامته واضمن سلامه غيره واضمن سلامه الاستاف اللي شغال في الجيم واضمن سلامه الكل، تمام؟ وفي نفس الوقت كده الناس بتمارس حياتها الرياضيه عادي، تمام؟ زائد ان الرياضه مهمه في حياتنا كلنا، في حياه اي بني ادم في العالم، الرياضه شيء اساسي، بالعكس ده بيساعد في ان انا اقوي المناعه، فده شيء رئيسي. طيب بعد طبعا الثلاث ايام دول المفروض هوم ورك اوتس بقى، انت بتتمرن في البيت يعني، بس الثلاث ايام دول اعتقد ان هم هيكونوا كافيين، هو المفروض 4 ايام اتليست، تمام؟ بس لو 4 ايام هيبقى في ناس مش هيلحق، مش هيعرفوا يختاروا زي الباقي، يعني في ناس هتتظلم، فثلاث ايام مينيمم از فاين، يعني عشان لو في
دول بيكون فيها يوم اجازه، في دول تانية شغالين كل يوم ما بياخدوش اجازات، الجيمات بتكون فاتحه كل يوم، وبيبقى عند مثلا البابليك هوليداي بياخدوا مثلا نص يوم، نص يوم شغل. فده احنا كده وزننا الامور، ان يعني الجيمات تفتح في اماكن فاتحه، ما فيش اصابات زياده، والدنيا طبيعيه والدنيا متهندله. في حاجه اخيره عايز اقولها، طيب دلوقتي بعد ما الناس تخش في خلال النص ساعه اللي هم بياخدوا فيهم الشاور بتاعهم وبيجهزوا عشان يخرجوا، المفروض كل جيم مسؤول منه ان في خلال النص ساعه دي قبل ما الراوند الثانيه تخش بعدهم، الناس الثانيه اللي هتخش بعدهم، لازم المكان كله يتعقم كليا في خلال نص ساعه. الكلينرز اللي شغالين في اي جيم هم مسؤولين ان هم لازم ينظفوا كل الجيم، يجهزوا للي بعدهم وهكذا. تخيلوا معايا ان الموضوع ده يمشي كده على في الفتره في الايام اللي احنا فيها دي، ان شاء الله ما يكونش فيه اي اصابات زياده بسبب الجيم بالذات. تمام، يا ريت تقولوا لي رايكم تحت في كومنت، اللي حابب يضيف اي حاجه يضيفها تحت في كومنت، ويا ريت يا جماعه اللي وافق على الفكره دي، اللي حاسس انها فكره هتكون فعاله والجيمات تفتح والدنيا تكون جميله باذن الله، يا ريت تشاروها بحيث الموضوع ينتشر، ولعل وعسى على الاقل ده يتطبق. تمام، اشكركم جدا، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.